الآن مشاهدينا الكرام تنضم معي محللة أسواق مالية في مجموعة كوتي من دبي السيدة نادية البلاسي. حياك الله سيدة نادية معنا في هذه الجولة من الأسواق. أبدأ معك من الذهب الذي وصل إلى مستويات 2148 دولار، هل انتهى عصر الذهب الرخيص؟ أيضا كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا الارتفاع؟ تفضلي. أهلا وسهلا. طبعا شاهدنا الذهب يوم أمس وهو يرتفع إلى 2148، وهذا يعني رقم قياسي لم نشهده من قبل، فكانت الأسواق نوعا ما متقلبة يوم أمس، ويعني مدفوعة طبعا بتفاؤل تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي السنة المقبلة. وطبعا يعني من الموقف الجيوسياسي والتطورات الجيوسياسية التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط التي أيضا دعمت أسعار الذهب إلى الصعود بهذا الشكل، ولكنها يعني تراجعت من هذا الرقم القياسي، والآن تتداول عند مستويات 2048 حوالي هذه الأثناء يعني. وطبعا ولكن الأبرز يعني دفع للذهب كانت بالفعل هي تخفيضات أسعار الفائدة التي سنشهدها العام المقبل، والتي يعني في عدم في تباين ما بين الأعضاء الفدرالي حول هذه التصريحات التي رأيناها. حتى يوم الجمعة قال جيروم باول رئيس الفدرالي أنه ممكن يكون في رفعات أخرى لأسعار الفائدة، ولكنه غير لهجته التي دائما تكون يعني سكورية وغيرها أكثر، فلذلك يعني تقلبت التوقعات الآن بخصوص العام المقبل. طيب سيدة نادية، في ظل هذه التقلبات بالنسبة لأسعار الذهب والاستقرار على الارتفاع، كيف ترين مستقبل النفط بعد اجتماع أوبك بلس الأخير يعني الالتزام بالتخفيض؟ طبعا يعني مثل ما شاهدنا أيضا أسعار النفط بدأت في التراجع من قبل اجتماع أوبك بلس وبعد اجتماع أوبك بلس، لأن يعني كانت التوقعات ما دون الماركت اكسبكتيشنز أو توقعات السوق. يعني السعودية التزمت بمليون برميل للكوارتر الأول في السنة المقبلة، وايضا روسيا في يعني في الشروط الطوعيه ما كانت يعني ملتزمه بهذه يعني بهذا الكميه من الامدادات وتخفيض سريع عفوا تخفيضات الامدادات مثل ما كان السوق متوقع. لذلك نشهد الان برنت يحوم حوالين 78 دولار و WTI 72 دولار، وهذا يعني طبعا تحت الضغوط التي نشهدها من يعني الصين والبيانات الصينية التي أيضا تضغط على الطلب، ولذلك سنشهد المزيد من ضعف الطلب خصوصا من جهة الصين. فطول ما في يعني بيانات ضعيفة من الصين يعني ممكن نعكسها في انخفاض الطلب وانخفاض أسعار النفط. طيب لو تحدثنا عن الاقتصاد الأمريكي سيدة نادية، يعني سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاع بعدد سلسلة انتصارات استمرت 5 أسابيع، أبرز أسباب انتعاش وول ستريت ماذا من الممكن أن تكون؟ طبعا يعني بداية مع تكهنات أو توقعات تخفيض أسعار الفائدة وقفل الباب عند التجديد السياسة النقدية الذي هو كان يعني نوعا ما يضر من الأسواق الأسهم خصوصا في هذا العام أو بداية هذا العام. وطبعا كانت توقعاتنا بركود الاقتصادي والتي أيضا ضغطت على الأسهم الأمريكية والأسهم العالمية، يعني كنا نتوقع ركود اقتصادي كبير في بداية السنة، ولكن مثل ما قلت في انتصارات شديدة لأسواق الأسهم خصوصا يعني طبعا الذكاء الاصطناعي، أسهم الذكاء الاصطناعي وأسهم الإلكتريك كارد. في طبعا يعني
في أسهم كثيرة مستمرة في الارتفاعات، وذلك طبعا يعني يدل على التخصص في القطاعات المختلفة التي تدعم هذا القوة. وطبعا السياسة النقدية هو الأبرز، يعني هو كان من الأبرز أهم، يعني أبرز الإفكت على الأسواق، وطبعا هو المحور الرئيسي الذي يحرك الأسهم الأمريكية مثل ما شهدنا، يعني بداية مع توقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي وأيضا من البنوك المركزية الأخرى، أو بس تصريحات تعطي الأسواق التفاؤل الشديد بالنسبة إلى أسواق الأسهم. أنتقل معك سيدة نادية إلى العملة الخضراء. كيف ترين تأثير سياسة الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة على أسعار الدولار بالتحديد؟ طبعا شاهدنا الدولار يخسر يعني أكثر من 4% في هذه في يعني الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله، منذ بداية نبرة باول في يعني ما يخص معدلات الفائدة طبعا، وأيضا البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تدل أن بالفعل الاقتصاد الأمريكي قد كفى من ارتفاعات أسعار الفائدة التي تدور أيضا النمو الاقتصادي الأمريكي وحول العالم طبعا، يعني كل الاقتصادات يعني following الاقتصاد الأمريكي، لذلك يعني الآن نرى هذه التقلبات طبعا تثير في الدولار، ولكنه عند أدنى مستوياته لهذا العام عند 103، وكان هو يعني ذروته كانت فوق 110، فطبعا يعني كان يعتبر من الأشهر الأكثر خاسرا فيها الدولار، وطبعا ينعكس ذلك في العملات الأخرى الرئيسية وطبعا الملاذات الأمن مثل الأمنة مثل الذهب. طيب سيدة نادية، هل تتوقعين مزيدا من رفع الفائدة في المستقبل؟ أيضا ماذا عن مخاطر الركود؟ هل من الممكن أن نشهد تسجيل ركود ولو طفيف بالنسبة للأسواق الأمريكية في 2024؟ صحيح، يعني صرحت البنوك الكبرى مثل بنك اوف امريكا وجولدمان ساكس ان ممكن يكون في ركود طفيف في اول ربع من سنة 2024، ولحتى يعني يعني نصف السنة ممكن ان نشهد طبعا يعني ركود خفيف نوعا ما، ولكنه ليس بالحجم الذي كنا متوقعينه منذ بداية هذه السنة، وهذا يعني شيء متفائل، لذلك انعكس في اسواق الاسهم والسلع الأخرى. طبعا يعني شهدنا أن أسواق الأسهم الأمريكية تكون يعني تحت التفاؤل من هذا الشيء، ولكن يعني 85% من الأسواق من يعني الـ SME tool Fed Watch tool نرى أن 85% أو إلى 98% يقولون أن سيكون في تثبيت في شهر ديسمبر من قبل الفدرالي على رفع أسعار الفائدة، وهذا الشيء أيضا يعطي تفاؤل ويعطي يعني اطمئنانية أكثر أن يعني بدأنا نشوف نهاية تشديد السياسة النقدية وسيكون في التسهيل في السنة المقبلة. طيب لو تحدثنا عن اليورو والجنيه الاسترليني أمام الدولار، ماذا من الممكن أن يكون مستقبل هاتين العملتين؟ طبعا اليورو والجنيه استفادوا من ضعف الدولار يعني بشكل كبير وواضح، ولكن الاقتصاد في المملكة المتحدة لم يعطي الجنيه يعني الزخم الذي مفروض أن يعطيه مع وقوع الدولار، يعني لأن الاقتصاد يرى الآن في ركود اقتصادي في المملكة المتحدة، وطبعا البيانات التي جاءت من ألمانيا وجاءت من فرنسا والمنطقة الأوروبية in general تأتي بضعف كبير، ويعني تحت نقطة 50، وهذا يدل على الضعف
اقتصادي كبير وشامل لهذه الاقتصادات، لذلك ينعكس ذلك على العملات اليورو والاسترليني، ونرى أن في تذبذبات وتقلبات في هذول العملتين حتى مع انخفاض الدولار بشكل كبير وواضح، ولكن يعني السوء أو حينما تسيء هذا الاقتصاد أو يسيء هذه البيانات من الاقتصاد، نأتي برؤية أن بالفعل يعني اتجاهات اليورو تكون سلبية بعض الشيء، والجنيه أو مثل مش يعني مثل ما كنا متوقعين أن يكون في هذا الارتفاع الكبير على اليورو، ولكن لم نشهده حتى الآن. طيب سيدة نادية، أختتم معك مع توقعات 2024 مع متغيرات الاقتصاد الأمريكي، كيف تشاهدين مستقبل الاقتصاد العالمي في 2024؟ يعني طبعا شفنا انه في سيكون في ركود اقتصادي طفيف اذا استمر، يعني طبعا السياسه تشدد السياسه النقديه، لم نرى الفول افكت بتاع تشديد السياسه النقديه لحتى الان، وممكن ان يضر الاقتصاد، نمو الاقتصاد حول العالم لسه في الفترة المقبلة، يعني لسه هياخد وقت عبال ما نشوفه في ضعف النمو الاقتصادي. هو اوريدي في ضعف نمو اقتصادي، ولكنه سيكون أبرز في السنة المقبلة طبعا، مع ضعف يعني قوة شراء المستهلكين، وطبعا التضخم الذي يعني نعم فهو انخفض، ولكنه لسه يحوم عند 3% في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي أيضا 3.8. فيعني لسه في تضخم واضح وكبير، وأيضا يعكس ذلك في الضرر على الاقتصادات الكبرى، لذلك ممكن أن نشوف نوع ما ركود طفيف مثل ما صرحوا هذه يعني هم البنوك الكبرى، ولكن مع ضعف الدولار ممكن أن يكون في تحركات إيجابية لليورو، الجنيه الإسترليني، حتى مع يعني ممكن أن نشوف أن البيانات الاقتصادية بدأت في التحسن في هذه الاقتصادات، ممكن أن نشهد تغيرات بالفعل في 2024. نعم، محللة الأسواق المالية في مجموعة كوتي من دبي السيدة نادية البلاسي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الجولة من الأسواق. شكرا نادية.